لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فمن النظرات الخاطئة أن بعض الناس ينظرون إلى هذا الشهر الفضيل نظرة خاطئة فيتعطلون أو يعطلون مسيرة العمل ولا يزيدون من عملهم ولا من إنتاجهم، بل إن بعضهم ربما يقول أنا أتفرغ لهذا الشهر. ونقول ديننا دين العمل، دين الإنتاج، دين الإتقان، لا يعرف البطالة والكسل لا في رمضان ولا في شعبان ولا في أي وقت من الأوقات، وخاصة أننا في حاجة أن نكون أقوياء في كل شيء، أقوياء في بنائنا، أقوياء في دولنا. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لم يقل المؤمن القوي في إيمانه، ولكنه أراده قويا في كل شيء. وبما أن الاقتصاد هو أحد أهم المحركات للأفراد والأمم والمجتمعات، فلا بد من العمل والإنتاج. وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وفي رواية لا يأكل إلا من عمل يده. لماذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا داود عليه السلام من بين سائر الأنبياء؟ ما الحكمة في تخصيص سيدنا داود؟ ويقول لم يقل وإن نبي الله نوح، أو إن نبي الله زكريا، أو إن نبي الله عيسى، أو لم يذكر لماذا التأكيد على سيدنا داود؟ لأن داود عليه السلام كان ملكا نبيا، جمع الله عز وجل له بين الملك والنبوة، وهذا يؤكد أنه لم يكن يعمل للحاجة، إن العمل لم يكن لأنه يحتاج إلى ملك لديه مملكة كبيرة، وهبا الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ملكا عظيما، ومع ذلك كان يعمل لشرف عمل اليد. بما يعني ان الانسان الغني يقول خلاص عندي من المال ما يكفيني، لا، العمل في حد ذاته شرف. ولما امسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد احد اصحابه ووجدها خشنة من اثر العمل، قال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه يد، اليد التي تعمل، وإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها لا صلاة ولا صيام ولا حج، وإنما يكفرها السعي على الأرملة والمسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص عندما قال يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بكل مالي، قال لا يا سعد، قال فبثلثي مالي، قال لا يا سعد، قال فبنصف مالي، قال لا يا سعد، الثلث والثلث كثير، ولأن تزرع ورثتك أغنياء خير من أن تزرعهم عالة يتكففون الناس، واعلم أنك لن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا كان لك بها صدقة، حتى اللقمة ما تنفقه على أهلك لك به أجر ولك به ثواب ما دمت تبتغي به وجه الله عز وجل. ولما مر رجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا قويا جلدا، أعجبوا من قوته وجلده ونشاطه وهمته، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فعلمهم وعلمنا سيدنا رسول الله. ماذا علمنا؟ قال إن كان خرج يسعى على أبوين له شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها عن الحرام فهو في سبيل الله. فالسعي على الزوجة، على الأبناء، على الزوج، على الآباء، على النفس، ما دمت تعف بذلك نفسك وأهلك عن الحرام فهو في سبيل الله. ديننا دين العمل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة
فإن استطاع ألا يقوم حتى يغيثها فليغيثها. وفي رواية: فإن استطاع ألا تقوم سابق الزمن، ومع أنك تعلم أن القيامة ستقوم، حتى لا يقول أحد ماذا سنصنع نحن في آخر الزمان ومن سيأكل. النبي يقول لك حتى لو كانت الساعة ستقوم، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغيثها فليفعل. وقد مر أحد الناس على رجل تقدم به السن تقدما شديدا يزرع نخلة، قال له: يا هذا، وهل تعيش أنت حتى تأكل من ثمرات هذه النخلة؟ قال: يا أخي، ضاع من قبلنا فأكلنا، ونحن نزرع ليأكل من بعدنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كان له به صدقة وله به أجر. وديننا علمنا، وعندما ننظر بين العمل والعبادة، يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة وأديت الفريضة والشعيرة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان سيدنا عراك بن مالك يقول: إذا انقضت الصلاة، يأتي إلى صلاة يوم الجمعة عقب الصلاة، يقف على باب المسجد ويقول: اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانطلقت كما رزقتني فارزقني وأنت خير الرازقين. ولذا حتى نتبين عظمة الأجر، وإن الصلاة وأن الصلاة والصيام لا يعطلان عن العمل. لما جاء الفقهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم عملا تسبقون به تلحقون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون لأحد فيه أجر إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: علمنا يا رسول الله. قال: لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة. فأخذوا يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون. جاء الأغنياء: ماذا تصنعون؟ قالوا: هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الأغنياء يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون أكثر من الفقراء. عاد الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: رسول الله، سبقنا الأغنياء. إذن الغنى والعمل والاجتهاد في العبادة لم يمنعهم عن الصيام ولا عن الصلاة ولا عن الذكر ولا عن قراءة القرآن، ولكنهم نسقوا أوقاتهم فجعلوا وقتا لله ووقتا للطاعة، وقتا للعبادة، ووقتا للعمل، ووقتا للإنتاج، ووقتا للإتقان. فلما قالوا ذلك لرسول الله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا نطلب العمل فقط، ديننا لا يطلب مجرد العمل، وإنما يطلب الإتقان. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولم يقل من عمل أو من أكثر عملا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نريد الإتقان وأن نعود كما كنا ونحن عائدون إن شاء الله. فيأتي شعار: صنع في مصر وتعلم في مصر وأنتج في مصر، شعارا متميزا متقنا. فديننا دين الإتقان، وبلدنا بلد الإتقان، وحضارتنا حضارة الإتقان. ثم إنك بالعمل تغني نفسك عن ذل السؤال. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول: لحمل الصخر من قمم الجبال، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي في الكسب عيب، فقلت العيب في ذل السؤال. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم. المسائل كدوح، فمن شاء المسائل كدوح خدوش يخدش بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. فاسأل الله واجتهد أن تكون من أصحاب اليد العليا لا من أصحاب اليد السفلى، ولن تنتقل من أصحاب اليد السفلى إلى أصحاب اليد العليا
إلا بالعمل والعمل والعمل والإتقان والإتقان والإتقان، وكل ذلك لا يتعارض مع الصيام. فرمضان شهر العمل والإتقان لا البطالة والكسل، والعبادة تقوي البدن لا تضعفه. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم، وأن يجعلنا ممن يحسنون التوازن بين أداء فريضة الله وعمارة الكون التي هي عبادة من العبادات. في ليلة زار النبي إلهنا، في ليلة زار النبي إلهنا، فأتى بنور فوق سطح الكوكب، سكب الضياء على القلوب فأسلمت وتوهجت بجمال أنوار النبي. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم شفيع يا سيدي عالي.